السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله والأول مرة هنعمل كوكيز بيرفع الحرق بيرفع النشاط، هناخده كبديل لوجبة الفطار، مفهوش نشويات، نباتي من غير منتجات الألبان والحليب، وكمان من غير أي نوع من الدقيق. يلا على طول نبدأ، بسم الله، ونشوف في الخمس مكونات اللي احنا هنحتاجهم. عايزة كوباية من جوز الهند المبشور العادي خالص، وربع كوباية من السمسم المحمص المطحون، ونقدر نستبدل السمسم بأي نوع من المكسرات، اللوز، عين الجمل، أي نوع من المكسرات. ولكن أنا حابة أعمل الوصفة من غير مكسرات، لأن برضو في ناس عندها حساسية من المكسرات. عندي حاجتين، بذور الشيا وبذور الكتان، اللي على اليمين بذور الشيا وعلى اليسار بذور الكتان. ده بيكون شكلها، وهي بتكون يعني إن احنا سهل إن احنا نطحنها، فأنا دايما بطحنها وقت ما أكون هستعملها. انا عشان النهارده تكون الفايده مضاعفه هستعمل الاثنين، ولكن لو عندك حاجه واحده فقط منهم نقدر نستعمل معلقتين منهم. عايزه كمان معلقتين من زيت جوز الهند، اللي هو بقى مش عارفه اقول لكم قد ايه نشاط وطاقه، يعني حرق فظيع. تعالوا بقى نشوف النكهات. نكهات الشتاء بقى الجميله، الفانيليا. نكهات الشتاء عباره عن جنزبيل والقرفه المطحونه، وده عباره عن القرنفل او المسمار. انا حاطه لكم شكله كده بس عشان ايه، في ناس بتبقى مش عارفه. يبقى جنزبيل مع قرفه والقرنفل حوالي ربع معلقه صغيره. لو حابين نحط سكر ستيفيا نقدر نحط. يلا على طول نبدا بقى. هنعمل ايه؟ هنجيب اي بوله ونحط فيها 4 معالق كبيره من الميه الدافيه. المكونات على اليمين اهي عشان تكون مكتوبه وانا بشتغل. تعالوا نحط معلقه كبيره من بذور الشيا، مش مطحونة أو مطحونة مش هتفرق، اللي بيفرق بذور الكتان. هنحط معلقة كبيرة من بذور الكتان. البذور دي من الحاجات المفيدة جدا، مش قادرة أقول لكم، أوميجا 3 بتعلي الحرق، بترفع المناعة. تعالوا نحط النكهات ونحط الفانيليا. الفانيليا دي اختياري ولكن بتدي نكهة حلوة جدا. هحط حوالي معلقتين كبار من زيت جوز الهند، يدوب كده اهو. وبعدين هنحط نص معلقة صغيرة فقط من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة، وهنقلب. شايفين القوام الخليط ده؟ انا هشتغل على طول، ولكن كده كل ما بقلب زي ما احنا شايفين بيكون قوامه عامل زي الجلي، وهو ده المطلوب. يبقى اذا مهم جدا ان احنا نستعمل على الاقل نوع واحد من البذور، سواء كانت بذور الشيا او بذور الكتان. دايما دايما بقول لكم ان بذور الشيا بيكون طعمها احلى. بذور الكتان ملهاش طعم صراحه في الوصفه مزعج ولا حاجه، بالعكس الوصفه طعمها حلو جدا. تعالوا نحط ربع كوبايه من السمسم المحمص المطحون، او زي ما اتفقنا اي نوع مكسرات احنا عايزين. المكسرات مليانه دهون مفيده بترفع الحرق، ولكن دايما بتكلم على الكمية. يعني في ناس هيقولوا يا سلوى السمسم بيتخن، الجوز الهند بيتخن. بيتخن لو احنا خدنا منه كمية كبيرة او اكلنا معاه حاجات تانية فيها نشويات، ولكن زي ما احنا شايفين الوصفة كلها مدروسة، وصفة من غير نشويات وبترفع الحرق جدا. مش محتاجة على الفطار غير تقريبا 3 أو 4 وحدات مع مشروبك المفضل. انا حطيت دلوقتي جوز الهند المبشور وابتدي الم العجينة. زي ما احنا شايفين هي عجينة مفرفطة شوية، احنا مجرد ما نضغط عليها كده هنلاقيها بتشكل. التشكيل هيكون على حسب الرغبة. انا عندي المكبس ده، نقدر لو احنا ما عندناش نعمل في غطاء ازازة، في علبة صغيرة، اي حاجة، اي شكل هتضغطيه عليها هتاخد الشكل. قوالب سيليكون كده نشكلها فيها وبعدين نطلعها من القالب ونسويها من غير قالب السيليكون، عشان دايما بقول لكم ايه، مش كل انواع السيليكون بيخش الفرن. شايفين كده؟ مجرد ما بحط العجينة معي اضغط عليها، بس هو ده السر اللي احنا نضغط عليها. بالفرض لو انت عندك ده غطاء ازازة صغير، عارفين ازازة الصغيرة، وحطيتي في الغطاء ده اللي هو البلاستيك فيلم اللي هو الورق الاسترتش، وابتديتي تضغطي وتنزلي، هتلاقي شكلها بقى حلو جدا، شكل اسطوانة كده صغير او شكل نجمة زي اللي احنا عندنا ده، اي شكل. صراحة شكلها مرتب وجميل جدا. طيب انا هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، طريقة سهلة.
هتطلع لي كمية كبيرة. متخيلين اللي احنا في الوجبة هناكل 4 وهنشبع جدا مع مشروبنا طبعا المفضل. يا ريت في اليوم ده نقلل جدا النشويات، حتى لو احنا ما بنعملش كيتو دايت او لو كارب، لو احنا ماشيين دايت عادي، خلينا نجرب يوم واحد في الاسبوع بس اللي احنا نقلل نشويات وناخد بدايل زي كده. كفاية بقى الفطار التقليدي، تعالوا نجرب حاجة مختلفة. وانا بقول لكم ان نكهتها حلوة جدا، هتديكي نشاط وهتديكي طاقة، هتخليكي سعيدة. المشروبات دي في منتهى الجمال. انا سخنت الفرن عن درجة حرارة 180، دخلتهم حوالي 10 دقايق، احتاجوا شوية الشواية من فوق حوالي 3 دقايق كده. بعد كده بسيبهم جوه الفرن عشان يحمصوا. شايفين بقى لونها من ورا من قدام، نخلي بالنا بس عشان بتستوي بسرعة. بعد كده نقدر نحتفظ بيها وناكل منها باعتدال، كل حاجة باعتدال. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ رائعة جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وجربوها. اشوفكم على خير ومع السلامة.